أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، وأولئك هم المفلحون. الشيطان الرجيم، الزانية والزاني، الزانية والزاني، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، إلا زان أو مشرك، إلا زان أو مشرك، إلا زان أو مشرك. اللهم جل لنا كل عاشق عمر البدن، اللهم اظهر كل عاشق عمر البدن، اللهم افضح كل عاشق عمر البدن، اللهم جل كل عاشق عمر البدن، اللهم افضح كل عاشق عمر البدن. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما، أتتخذ أصناما آلهة، إني أراك وقومك في ضلال مبين، إني أراك وقومك في ضلال مبين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن أعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، 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 قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله، واسجدوا لله الذي خلقهم، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله، واسجدوا لله الذي خلقهم. الله أكبر من كل عاشق للجمال، عاشق للجمال، عاشق للذوق واللباس، عاشق لجمال الوجه، عاشق لطول الشعب، عاشق لقوام البلد،
عاشق عطل الدين، عاشق عطل العباد، عاشق عطل عن العباد. شلون كان تستخدم ابليس قاعد ويجي هو ويجيبه في قدر يقدم لك شيء؟ اقول لك اتكلم. فلما دخلنا لهذه القاعتي صباحا ان شاء الله قرانا ايه الكرسي بنيه ان نحصن هذا المكان، ودخلنا بنيه ان هذا المكان باذن الله عز وجل يقربه الشيطان، ولان اليقين عندنا يقين تام، يقين ما غادي يقربوا حتى شيطان. سمعتني؟ يعني اللي غادي يدخل هذه البلاصه غادي يدخل غير تشوار شويه. جل وعلا ولفه ولفه لا نظرا لان الحصص قصيره بغيت نوجه لك واحد السؤال جاوبني بسرعه. تفكرت نفس المشهد سبحان الله تكرر مع نفس الاخت في نفس الكرسي في نفس البلاصه نفس الطريقه نفس الحركه. تاخذ حصص قصيره حصص قصيره كتسمعني؟ اولا ما تهضرش معايا بالهنديه بالعربيه. كان بان لك كتشوفني من تما رقب على هذا الزلاط هذا غادي تاكل به تدخلش تحبيه العرفة هاتلاش. هنا ننصحك كنسولك عجل ما تديرش الروطار حيت ما عندناش الوقت. الزلاط مرقد شهر هو يترقد وقال لي كرم الله بهذا وجاب الله التيسير والبركة في هذا الزلاط. جوج تاع الجنود خرجوا بهذا الصباح فرطوا ما خرجوش الفرار ففروا الى الله. اخر واحد سخف هنايا تقلبوا عينيه يقول يا اخي انت قل. اسمعني اسمعني كتبغيها؟ لا ايوا علاش قالوا عاشق ما فهمتش ولا بغيت تعاودني قصه جديده ويطلع لي واحد اخر جديد ما فهمتش. جاي بعدا عابد الاصنام يقول لك عبد الكرتون واش بودي انت واحد اخر واش انت هو اللي كتهضر بالهنديه انت هو مهبطيه شخصيا. واخا قول لي دابا هذا الهندي يروى انه عاشق وانت ماشي علاش كيقولوا عليك عاشق؟ وعلاش انت كتقول انك عاشق ولا قلت لهم انك عاشق ولا قالوا انك عاشق ما فهمتش. واشرح لنا انت كدير الروطه هذا الحالات هذو والله ما يصلح لهم هذا الحصص خصهم الوقت وخصهم المشروع. سميته بالهندي عاشق قول والله علاش كيقول لك انا عاشق؟ وقول لي قول لي واش انت كتبغيها؟ واش داخل دير؟ وانت كدير لنا الروطار الوقت من ذهب لم تقرض وقرضك واش كدير واش داخل دير؟ يعني دخلوك باش تقتلها؟ راه كاع الجنون اللي كيدخلوا في الناس بهذه النيه هذه مازال ما شفتي واحد قتل شي واحد كاع كيقولوا بغينا نقتلوه شي جن قتل شي واحد مازال ما شفناه يعني هكذا معايا انا مبايا زعما راك باغي تقتل وفكاش وانت فيها ما تيسر لكش هذا القتل هذا كاين الكوزينه هز جنويه دقها فيها انت تقص ماك معي راسك جاي براسك تقتلونا غير بالظلامات هذا لا ما تضعفش الوقت هذا حصه ديالو غتكون هنا في هذا البيت هذه شي ساعة باش نلعبو انا هنا الجونجل تريني به. واخا قول لي واش الدور ديالك هي تقتلها واخا دابا انت الكبير في هذا الانسان شكون هو الكبير؟ شكون هو الكبير؟ شكون هو هذا الجني الكبير في هذا الجسد اللي كيحكمكم اللي كيسيركم؟ كاينش يعني كاين غير انت دابا شكون اليمين ديالو الظهير ديالو الخليفه ديالو؟ الحيه تفكرت صح الحيه هي اللي كتخلي تبارك الله الحيه يعني دابا هي اللي كتسيركم في هذا الجسد دابا بشحال كاين جني في هذا الجسد كاين الكبير اللي كيدخل ويخرج مثلا نقولوا وكاين الحيه وكاين انت زيد وشكون المسلمين بشحال من جني مسلم خمسه كلهم في الارجل مشكله هذه زيد شكون اخر يعني كاين غير انت والحيه والملك والمسلمين وكاين جن اخرين كتعاونوا كتعاونوا
عندني الوطو. اقول لي اخويا اميسيو الشريف ابا واش عندك شي نيه باغي تخرج لالا؟ وقلبو ياكل شويه عصا قلبو. لا لا باغي تخرج قول والله. رقب رقب تشوف قداش المشوط نوضو جبدو في الارض. اخوي 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 راك جاي من الهند تاكل العصا في وجده. انا اسد نفسي نوض نوض عاود اخويا واش داك تجي من الهند تاكل العصا في وجده؟ القصبه وصلتها من البارح. واش انت دابا نزلت حنا بغينا نسمع منك كلمه واش راك باغي تخرج ولا ماكش باغي تخرج؟ ما ديرش فيها ما راكش تسمعني راني نشوف بلي راك تسمعني. واش راه عندك شي نيه ديال الخروج ولا لا؟ واش اروخان تاع وجده بغيت تخرج ماشي تمشي؟ كاين خروج وكاين نمشي. لا هذا ما الخرافات اللي قلت لكم خصنا نتجنبوا الخرافات. فين انا نعرف شي مدن؟ فين تسكن في الهند؟ فين مومباي؟ فين تسكن في الهند؟ بركان. ها بركان. فين تسكن في بركان؟ فين تسكن في هذا الهند؟ وجاوبني اشك. فين اشك؟ قلب دير يوتيوب وكتب اشك. لو كان ما لقاش اشك في الهند نسلخ امك هذا العشيه. كتب واش كاين اشك. كتب اشك. لا انا ما نشوف دير في يوتيوب واش كاين اشك في الهند. حدوده مع ابو الله يخلي دار باكم ما نلقى اشك في الهند. حدوده مع ابو جستان. واش بصح هاد الهضره اللي تقول؟ واش انت جاي من الهند وترك الهنديات شعر مسبسب وجاي الوجديه مسكينه مكرفصه وحنا مكرفصين المغاربه كاملين مكرفصين الا من رحم ربي. فتش كاع على اوروبا وعلى ساحل العاجة. سنحج لي كلامك. طب رجليك طب رجليك هنا. واش تخرج منين قلت لي جاي؟ منين المدينه؟ ما عقلش شني هشني هشني سرح اصبعه ودفع اصبعه هكا. بلا لا لا خاص يا 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 هذه فرقه جديده. بلا بلا ربي تعرف يا يا سرح نقول لي بغيتها. واش قلت؟ نقول كل اللي انا ما بغيتكش تقول لي والو. انا قال على لا راهم معاك. لا خرج انت. واش تخرج؟ ما تقول ليش انا خصك تخرج. تخرج اخويا تخرج. هذا نوصل زي ما تمشي نسخط عليك ونغضب عليك وندوب ليك الوقت. منين جاي؟ مع اشكي. جاي مع اشكي. عمر لك اشكي كي داير هادي نتاع بركان. اشي غنبو عرفه. خرج واش تخرج واش تخرج؟ لا
خرج عندي اختي ما خرجش اش روح خرج خلي شويه الحلال ممكن اسمع خلي واش تخرج واش تخرج قول لي واش تخرج عاود قبط معايا راه قالها بحال اللي ما عاودلهاش اجي قبط معايا تخرج وصيك وصيه عندك تنزل راك تاكل كثر من هاد العصا كش هاد العصا تاكل كثر منه كتسمعني فرط كاع فرط ثلاثة كتسمعني اختي كتسمعني اختي كتسمع حسيت شي حاجه خرجت منك الحمد لله رب العالمين مفهوم على هذا المطرق هذا ببركة شوف اللي بغى يبركة شوف راه عندي البركة هنا كي غادي نموت غادي نقول لهم يدفنوها معايا هذا المطرق واحد الصبح عندي فرض هذا راه بحال السيف جابوا من الصاير غادي نبقى نجب دابا الله الله المستعان سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك من جميع الذنوب والخطايا نتوب اليك اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عنا عيوبنا واهد قلوبنا واصلح حالنا واحوالنا